المشروع بدأنا في 98، كنا بنشتغل يعني والدنيا ماشية وحلوة وكويسة. وبعدين رحنا الصندوق الاجتماعي طلبنا قرض وادونا قرض، فحولت الورق باسم بنتي. وفي الأساس أصلاً هو مشروع بابا، هو شغله وكده، فهو كان عايز يكبره. فما رحنا قالوا لي هو ايه النشاط وكده، فقدمنا الورق ويجوا نزلوا وعينوا وكده، وما طلبوا يكون في حد معاه شهاده يبقى الكارد باسمه. وسالنا عن موضوع الكارد ازاي، فقالوا لنا هتروح الصندوق الاجتماعي في الزقازيق وهم هيقولوا لي. فالورق كان باسم بابا اصلا، ورق الورشه، فحولني باسمي وعملنا كل الورق اللي قالوا عليه وقدمت عليه. بنصنع بيبان وشبابيك وبلكونات ومناور واوض نوم. بيجي لي ناس يعني مثلا عاملين ايميل على النت، وبيجي ناس تطلبني لا عايز غرفه نوم، لا عايز سراير اطفال. بنودي الصعيد وبنودي اسماعيليه والسويس وكل المناطق بقى انحاء الجمهوريه.